احتفلت جامعة لانكولن الماليزية بكوكبة من الخريجين اليمنيين من طلبة الدفعة الرابعة عشر بالجامعة من مختلف المجالات الطبية والهندسية والاختصاصات الأخرى. وتميز الطلبة اليمنيين بحصد المراتب العليا في الجامعة، وهي درجة الامتياز مع مرتبة الشرف. وشهد الحفل تكريم الطلبة اليمنيين المتميزين بحضور من وزير التعليم العالي السابق في اليمن الدكتور صالح باصرة وعدد من الأكاديميين والدبلوماسيين. وجدير بالذكر أن الدكتور رشيد المقطري هو أول يمني وعربي يتبوأ منصب مستشار رئيس جامعة لينكولن الماليزية ونائب عميد كلية طب الأسنان في الجامعة.